شكرا لإخوان في الاعلام المحلي على التتبع ديالكم والمواكبه ديالكم لمجلس عماله مكناس والحضور ديالكم الدائم معنا، بغيت نشكركم لانكم نتوما داعم لينا وداعم لهذا المجلس وكتعطيونا واحد القوه من اجل اننا نعملوا يعني بشراكه معكم. وتنتجه بالشكر الجزيل كذلك لكل الوسائل الاعلام الجاده والمسؤوله. بغيت نقول لكم بانه اليوم كما شفتوا كانت الدوره العاديه شارشو تنبير ديال مجلس عملات مكناس، ولكن هذه الدوره تسمات يعني بواحد الروح ديال الاخويه وروح ديال التوافق يعني منقطع النظير. اليوم انتم شفتوا 13 نقطه اللي كان فيها نقاش على مستوى اللجان، وكان واحد العمل مضني على مستوى اعضاء المجلس يعني في اللجان الخمسه بهم اللي كيتوفر عليهم المجلس واللي كيكون فيهم نقاش بعض المرات حاد جدا باش نوصلوا لهذا المستوى اليوم. وهذا هو الدور ديال اللجان، وهذا هو الدور يعني من الناحيه القانونيه والدور الاساسي ديال اللجان، وهو انها كتناقش الكبيره والصغيره داخل يعني الاجتماعات ديالها، وبالتالي انه فقط الدوره كتكون من اجل ابداء الراي وكذلك الموقف السياسي وكذلك التصويت. اليوم كما شفتوا النقاط كانت كتمحور على ثلاثه ديال المجالات الاساسيه، اولا البنيه التحتيه، كذلك في القطاع ديال الرياضه، وكذلك في قطاع الماء اللي هو كيتعتبر اساسي في هذه العمليه، اساسي في هذه العمليه، بالاضافه الى يعني النقطه الرابعه اللي يمكن نقول حتى هي مهمه جدا، وهي النقطه ديال التعاون الدولي جنوب جنوب ما بين المغرب وما بين يعني القاره الافريقيه خصوصا دول جنوب جنوب. اللي بغيت نقول بانه اليوم كما شفتوا مجلس العماله كيساهم في البنيه التحتيه في اطار واحد الاتفاقيه مع ويسلان، واحد المبلغ ديال 100 مليون ديال السنتيم، كذلك تساهم مع ام السلطان بواحد المبلغ كذلك مهم جدا من اجل يعني الماء الصالح للشرب، وكذلك كيساهم كذلك مجلس العماله يعني في كما شفتوا يعني في النقل المدرسي في البنيه التحتيه في واحد المجموعه ديال الحويجات الاساسيه. اللي بغيت نقول اساسي جدا هو الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل السيد العامل، بغيت نشكره شكرا خاص وشكر جزيل جدا على التعاون ديالو، كذلك الفريق المتعاون معاه على الدعم ديالو على يعني المجلس العماله، وخصوصا يعني ديك الثقه الحمد لله اليوم اللي كيتيق مجلس العماله، واللي استطعنا بالفضل ديال السيد العام بفضل الحكمه ديال هاد الاخوان والاخوات المتواجدين كذلك معنا في مجلس العماله واللي كيتعاونوا معنا وكل متعاون معنا على اننا نوفروا واحد 50 مليون ديال الدرهم، يعني 5 دولار ديال السنتيم، واللي كانت هذه كلها تقريبا اللي كانت فيها التزامات ديال مجلس العماله تقريبا واحد 1.5 مليار اللي كانت على يعني في التزام على مجلس العماله في اطار الفيضانات للحد من الفيضانات لمدينه مكناس، وكذلك المساهمه ديالنا بواحد 1.2 مليار ديال المحاور الطرقيه اللي اليوم راها بدات العمل ديالها وقريبه تنتهي على يعني كما شفتوا في الطريق الوطنيه رقم 6 ولا الطريق الوطنيه رقم 13، كذلك كاينه واحد 4 مليون ديال السنتيم اللي كانت كتسال مجلس العماله في اطار تثمين المدينه، واللي خطا واحد الخطوات مهمه جدا، وحنا في النهايه ديالو في نهايه الاشغال ديالو يعني في 2024 تكون النهايه ديال الاشغال ديال تقريبا 90% ديال يعني البرامج اللي مبرمجه، كذلك استطاع مجلس العماله على انه يساهم يعني في تنميه المدينه وفي تنميه وفي الحد يعني من البطاله. انتم شفتوا انه في الدوره اللي سبق انه صدقنا على 1.2 مليون ديال الدرهم والتوفرات اليوم المبلغ ديالها 2 مليون درهم من اجل يعني الحي الصناعي ديال ويسلان، وكذلك اليوم من اجل التهيئه والتثمين ديال الحي الصناعي ديال سيدي بوزكري وفرنا له كذلك واحد 4 مليون ديال الدرهم، وهذا كله غادي يكون غير الخير ديال هذه المدينه، وغادي يكون كذلك من اجل يعني الحد من البطاله وخلق فرص ديال الشغل، وهذا هو دور من الادوار الاساسيه ديالنا. كذلك انتم شفتوا بانه يعني التعاون ديالنا كذلك في اطار السياسه الحكيمه ديال جلاله الملك
في اطار السياسه ديال جنوب جنوب. استطاع مجلس العماله يساهم ب 80 بواحد المبلغ رمزي ديال 50 مليون ديال السنتيم من اجل يعني ديك الدبلوماسيه الموازيه. بالفعل انه كاين واحد العمل قوي وكبير جدا اليوم اللي كتقوم به الدوله تحت الرعايه الساميه. واليوم اصبح المغرب يعني قوه ضاربه في افريقيا. فاش نقول ضاربه راه ضاربه، راه ماشي ضاربه ديال الاخرين، ضاربه ديالنا يعني قوه اليوم في يعني في افريقيا. وبالتالي انه خص ضروري تكون يعني واحد الدفعه واحد ضخ واحد دماء اخرى يعني جديده من ان بواسطه يعني ممثلين ديال 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 ممثلين ديال الشعب اللي هما المؤسسات المنتخبه. اليوم هذا الدور ديالنا ودور اساسي، ماشي كنضيعوا الفلوس ولا كنعطيه ورا صحيح مجلس العماله والتراب العماله خاصو بزاف، ولكن من اجل المساهمه في الوحده الترابيه وفي القضيه الوطنيه انا كما قلت في الكلمه ديالي مستعدين نعطيو الميزانيه ديالنا كامله من اجل هذه القضيه اللي كانت خاصنا نديروها راه غادي نديروها، وكاين اجماع عليها في يعني مجلس العماله. وما كندخلش في المزايدات، هذه القضيه الوطنيه ولا الوحده الترابيه ما حتى واحد ما كيتزايد على شي واحد فيها، كنا عندنا نفس الهم نفس كذا، ولكن خاص المساهمه، خاص المساهمة تكون. حنا هذه المساهمة ديالنا تنتمنى على انها تكون مفيدة، هذا هو اللي مهم جدا انها تكون مساهمة مفيدة. باختصار بغيت نشكركم، بغيت نشكر الاعلام اللي كيتبع معنا هذا الشيء، وشكرا لكم. ويباركون جهدكم الموصول
وعملكم الحكيم لمكافحة آثار التحول المناخي وتحقيق الأمن الذاتي لبلادنا، كما يؤكدون تجندهم المطلق وراء جلالتكم الشريفة للدفاع عن وحدتنا الترابية وصيانة مكتسباتنا الوطنية وثوابتنا المقدسة وقيمنا الأصيلة، ويجددون العزم على الانخراط الفاعل في سبيل إنجاح مسار بناء مجتمع متماسك مسؤول متقابل من أجل تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة لجميع رعايا مملكتكم السعيدة. وبارك الله يا مولاي في جهودكم وسدد على طريق الخير خطاكم وحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وحقق على يديكم الكريمتين مزيدا من المجد والنماء والرفعة لشعبكم الوفي، وأقر عينكم بولي عهدكم المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير الأمجد مولاي الحسن، وشد أزركم بسموكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولا رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. قرر بالإكناس في يومه الاثنين 5 ربيع الأول 1446 هجرية الموافق ل9 شتنبر 2024 ميلادية، قديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس عمالة مكناس هشام القيد.